كيفاش ما عندكمش الاغنيه نقولها ظهوره زي الكاس تسحر عيون الناس يا قرنفل ما يمكنش نقولها قلتها العالم ديال العطريه مش حالي ما تكلمناش عليه واختارينا اليوم نتكلموا على عطريه كاينه في التقاليد المغربيه واخا هاد العطريه هذه ماشي مغربيه والمغرب ما كينتجهاش اليوم غادي نتكلموا على القرنفل القرنفل اللي الموضوع ديالنا اليوم راه غنلقاوه في كثير من المجالات وكثير من الصناعات غنلقاوه في الصناعه ديال الادويه غنلقاوه في الصناعه ديال التجميل وغنلقاوه حتى في الطبخ ولكن الطبخ العالمي الا بغينا نشوفوا القرنفل في الطبخ المغربي غنلقاوه في تحضير الحلويات نشوفوا دابا القرنفل منين وصلنا كيف قلت في الاول المغرب ما عندوش انتاج ديال القرنفل اذا كيستورد هذه الماده وكيستوردها من اوروبا وبالضبط من اسبانيا ومن اسيا وبالضبط من اندونيسيا نتكلموا دابا على الانتاج العالمي ونمشيو لاسيا ودائما مع اندونيسيا اللي هي في المرتبه الاولى من ناحيه الانتاج تابعها مدغشقر في افريقيا هنا شفنا منين المغرب كيستورد القرنفل وشكون اللي كينتج اكثر في العالم نشوفوا دابا الاصل ديال القرنفل دراسات كثيره كتقول بان القرنفل تعرف عند الصين ولكن دراسات اخرى كتقول بان حضارات كثيره عرفاته بحال الحضاره الاغريقيه واليونانيه على كل حال الصين والاغريق واليونان استعملوا القرنفل للتداوي اولا ومن بعد المطبخ نشوفوا دابا القرنفل اللي كنعرفوا عند العطار كي داير في الطبيعه الشجره اللي كتعطينا القرنفل ماشي نبته وهاد الشجره هي هذه الطول ديالها ما بين 10 حتى 20 متر اللي معروف على انها طول السنه خضراء نتكلموا دابا على النواره ديالها الزهور ديالها هما على شكل كويسات وهذيك النواره وداك الشكل ديال الكويسات هما اللي كيعطيو العويدات ديال القرنفل على شكل مسامير علاش قلت مسامير لان بالفرنسيه كيقولوا لها لي كلو دو جيغوفل مسامر ديال القرنفل العويدات ديال القرنفل خصنا نعرفوا بانهم اللي كيكونوا باقين صغار باقين هشاش كيكونوا رطبين واللون ديالهم وردي ملي كيكرموا مع الشمس كيوليو قاسحين واللون ديالهم قهوي كيف كنعرفوه في السوق اما لا تكلمنا على الفوائد ديال القرنفل على الذات ديالنا غادي نقولوا بان فيه واحد النسبه عاليه ديال الدهنيات نسبه عاليه ديال الكيلو كالوريات وفيه السكريات وفيه بروتينات اخر حاجه بغينا نقولها بالنسبه كنتعرفوا على القرنفل ونذكروا ذكريات قبل كانوا الوليدات والبنيات اكثريه الصغار كيديروا واحد المشموم ديال عويدات القرنفل ولكن تما نطلع ما بقاوش كيلعبوا هذا اللعب وهذا الشيء كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك وتعرف اكثر على القرنفل وبلا ما تهلك